بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح 3D موديلنج أوتوكاد نسخة 2024. ده تالت درس عندنا النهاردة، والنهاردة هنتكلم عن اكسترود و لو فتحنا السهم كده ولوفت، نتكلم عن الأمرين دول. تمام، أول أمر عندي اللي هو أمر اكسترود، ده من الأوامر مهمة جدا في 3D موديلنج أوتوكاد، لأن ده اللي احنا بنرفع بيه أي رسمة احنا بنعملها. تمام، احنا هنبتدي باكسترود. اكسترود زي ما شايفين بنجيبها عن طريق هوم هنا موديلنج اكسترود، او ان انا بكتب في الكيبورد اي اكس تي اللي هي الاختصار بتاع اكسترود من الكيبورد، واجي ادوس عليها بالشكل ده كده. هنا بيقول لي سيلكت اوبجكت تو اكسترود اور مود. طب ايه هي المود ده؟ لو انا دوست عليها بالشكل ده كده عندي متقسم لاثنين، سوليد وسيرفيس. يعني اما بعمل اكسترود سوليد او سيرفيس. طيب احنا هنختار الاول سوليد وندوس على البلوجن ده، وبعدين ندوس بيمين الماوس انتر. تمام، وحسب اتجاه الماوس باجي اعمل الاكسترود بتاعي. يعني انا عايزاه لفوق كده، باجي اكتب الرقم اللي انا عايزاه في مثلا 5. تمام، يبقى ده الاكسترود بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يبقى ده السوليد. طيب انا لو جيت رسمت ريكتانجل اهو، وجيت تاني قلت له اكسترود اي اكس تي من الكيبورد، وبعدين قلت له مود واخترت سيرفيس، شايفين اهي، وبعدين دوست على الريكتانجل ودوست بيمين الماوس انتر. نفس الكلام انا هعمل الارتفاع اللي انا عايزاه، الزد اللي انا عايزاها حسب اتجاه الماوس بتاعي، اما فوق او تحت بالشكل ده كده. طيب انا هعمله 5 ونشوف الفرق. دلوقتي الفرق ما بينهم ان ده عمله لي كاسطح اللي هو السيرفيس، وده سوليد. طب هنشوفها في الشيد، شيد اهو بالشكل ده كده. لو انا جيت لفيت كده، شايفين ده الفرق بين ده وده، ده هنا قفله لي سوليد كده، ده مفتوح وعمله لي على شكل اسطح بالشكل ده كده. يبقى ده الفرق ما بين السوليد والسيرفيس. هنيجي نكمل امر اكسترود، هاجي ارسم دايره بالشكل ده كده اهي، واعمل باس. الباس ده هاجي ارسمه عن طريق البولي لاين، 3D بولي لاين اهي، شايفين دي بعمل، واجي من السنتر ده كده، واجي افتح الاورثو في 8 بالشكل ده، وارسم باس كده اهو، باس ده 3D بولي لاين. واجي اقول له اي اكس تي، انا هاجي اعمل اكسترود على الباس ده، وبعدين اختار الدايره، وبعدين ادوس بيمين ماوس انتر، واجي اختار الباس، واجي من هنا اهو زي ما شايفين، وادوس على الباس ده كده، عمل لي اكسترود على الباس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، شايفين اهي، يبقى ده الباس. طيب لو جينا رسمنا ريكتانجل كمان مع بعض اهي، وجيت قلت له اي اكس تي اكسترود، وبعدين اخترت الريكتانجل ودوست يمين الماوس انتر، وجيت قلت له اعتبر انجل من هنا، شايفين ممكن ان انا اغير في الانجل اهو بالشكل ده كده، هاجي اقول له خليها 45 زي ما هي مكتوبه 45، وادوس انتر، واعمل الارتفاع اللي انا عايزه لتحت او لفوق زي ما انا عايزه اهو، مثلا هخليه 3، يبقى كده عملت تبر انجل اهو. تمام، هنيجي بقى على اكسترود دايركشن، هاجي اقول له اي اكس تي تمام، واختار الريكتانجل اللي انا رسمه ده اهو، وادوس بيمين الماوس انتر، واختار هنا دايركشن. دايركشن بختار نقطه زي ما شايفين 2D ونقطه في 3D، الاتجاه بتاعها مثلا كده، يعني انا بختار نقطه نقطتين، نقطه بتبقى في 2D ونقطه في 3D. طيب انا هاجي اختار مثلا النقطه دي كده والنقطه دي كده، تمام، عمل لي على حسب الاتجاه اللي انا خدته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو انا جيت عملت له اي اكس تي اكسترود، اخترت ده ريكتانجل واخترت دايركشن وعملت نقطتين كده، هيحصل ايه؟ مش هيقبلها. تمام، فاحنا كده بنيجي نعمل اي اكس تي اهو، واجي اختار ريكتانجل وادوس بيمين ماوس انتر واقول له دايركشن، وبعدين اختار نقطتين مثلا النقطه دي والنقطه دي، فعمل لي دايركشن في الاتجاه النقط اللي انا اخترتها. يبقى احنا كده شرحنا امر اكسترود. هنيجي بعد كده بقى على امر لوفت.
هاجي على تاني امر النهاردة اللي هو امر لوفت. انا هاجي ارسم سيركل بالشكل ده كده، واجي ارسم سيركل تانية في النص كده، تمام، واعمل موف للسيركل اللي بره دي اهي باي مسافة، مثلا بالمسافة دي كده، تمام. وعايز اعمل لوفت ما بين الاتنين، هاجي اروح على اكسترود هنا، بفتح السهم وعندي هنا تاني امر اللي هو لوفت، او بكتب لوفت في الكومنت، هاجي ادوس عليها بالشكل ده واختار اول واحدة وبعدين تاني واحدة، شايفين عمل لي ايه؟ وصلهم ببعض. هاجي ادوس بيمين الماوس انتر وبعدين انتر، يبقى انا كده عملت لوفت. طيب انا لو دوست على الشكل ده كده بيظهر لي سهم زي ما احنا شايفين، شايفين السهم اللي فوق ده الصغير ده بيتظهر لي، لو انا دوست عليه بيديني اختيارات ممكن ان انا اغير الشكل اللي موجود ده عندي. فانا عندي مثلا نورمال تو اول سيكشنز، شايفين بيتغير الشكل للشكل ده كده. طيب لو دوست تاني نختار اللي بعدها ستارت سيكشن، اتغير الشكل، يبقى انا ممكن اغير شكل اللوفت اللي اتعمل اهو، شايفين انجل ادي شكل تاني. عايز اخرج من الامر كده بدوس سكيب من الكيبورد. طيب لو انا عايز اعمل الشكل ده سيرفيس، هاجي برضو ارسم سيركل هنا واجي ارسم سيركل تانية في النص وبعدين موف بالشكل ده كده واقول له لوفت ال او اف تي، واختار الاولاني واختار التاني، واجي هنا عندي بقى في حاجه اسمها مود بدوس عليها كده واختار سيرفس، تمام، وادوس بيمين الماوس انتر وبعدين انتر، هنلاقي ايه؟ ان هو عملهولي سيرفس اهو زي ما احنا شايفين كده. طيب انا عايزه اخليه مفتوح من فوق ومقفول من تحت، هاجي اعمل كده واروح على سيرفس واختار بلانر واختار السيركل بتاعتي اللي هي دي، اقول له اوبجكت واختار الاوبجكت ده وادوس بيمين الماوس انتر، قفلها لي زي ما احنا شايفين كده اهي، عملوا لي على شكل كوبايه بالشكل ده كده. يبقى ده امر لوفت. يبقى احنا النهارده اتعلمنا امر اكسترود وامر لوفت في برنامج الاوتوكاد. بكده انا خلاص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه، اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.